هذا منتخب مش فريق. وبعدين النفس الجديد مطلوب في الحياة ككل. أعتقد بأنه المدرب الوطني بعد ما وقع عقد لمدة 4 سنوات أخرى فعلا هو يفكر في 4 سنوات الجاية، ويفكر في مونديال 26، ويفكر في كأس أفريقيا المقبلة. أعتقد بأن التدعيمات كانت موفقة ومهمة جدا، ربي يوفقه إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.